بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا تواصلا مع الحسابات الحكومية وأنواع الحسابات والإجراءات اللي هم شغالين فيها، اللي نحن شغالين فيها. طيب، في عندنا شيء أخذنا الإيرادات في اللقاء السابق، اللي هو كان في اللقاء السابع أخذنا الإيرادات وأنواع القيود المحاسبية المستخدمة فيها. في عندنا الآن بالنسبة للإجراءات، في عندنا اللي هو بالنسبة للمحاسبة الحكومية، ألا وهو النفقات. طرقنا الإيرادات وغطيناها تماما وغطينا التمارين، الآن سننتقل لشيء اسمه النفقات وما يتعلق فيها الجانب المحاسبي، ألا وهي القيود المحاسبية الخاصة بالنفقات. فعندي أول شيء المرتبات الأجور وما في حكمها، هذا أول شيء بالنسبة لمرتبات الأجور. طبعا المرتبات الأجور وما في حكمها، طبعا احنا بناخذ هنا بنحل في النفقات، بنستفيض فيها، بناخذ موضوع النفقات والقيود المحاسبية وعليه تمرين، بناخذ طبعا بالنسبة للنفقات مرتبات الأجور، بناخذ بعدين الصيانة، بناخذ التأمينات، بناخذ المناقصات وعليه تمارين، وبنمشي وبنسترسل إلى أن نصل، بنحاول إلى أن نغطي المادة بقدر الإمكان. طيب، القيود المحاسبية الخاصة بالنفقات، في عندي المرتبات الأجور وما في حكمها، المرتبات الأجور وما في حكمها اللي تعطيك مع الفصل الأول. طيب، في حالة المصرف المرتبات لأي شهر من شهور السنة المالية، يكون القيد المحاسبي، احنا متعارفين عليه أن المرتبات هي عبارة عن مصروفات، بالتالي من حساب المصروفات إلى حساب البنك المركزي مصروفات. طيب، احيانا قد يتاخر شيكات مثل شيكات كسب العمل والتاميات والواجبات، وترى الدوله انه من الضروري ان تتاخر الشيكات نظرا للازدحام احيانا يكون في البنك المركزي من اجل المرتبات وشيء من هذا القبيل، يكون بالتالي نضطر نعلق على حساب البنك المركزي. طبعا هو بالمناسبه عندما يصرف اصرف من حساب المصروفات الى حساب البنك المركزي مصروفات، وبما فيهم شيك التامينات وشيك الجهات وشيكات اللي عليهم اقساط لهال سعيد ناتكو لاقساط لجهات اخرى، نضطر حين قد نؤخر كسب العمل والتأميات الواجب حق الدولة، نأخرها إلى وقت آخر لأن الدولة بتصبر، والأهم شيء الجهات الآخرة والموظف بالنسبة له الأمور تمشي بالنسبة لمرتباته. نضطر هنا أن احنا نعكس من حساب البنك المركزي مصروفات إلى حساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية. ليش قلنا هنا يا دكتور جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية؟ هنا من أجل أنه نورد الفلوس تعكس وتظل معلقة. طيب، عندما ينتهي الشهر والبيانات الخاصة به، تمام، والإجراءات الخاصة، بالتالي نقوم بماذا؟ نقوم على أساس أنه يعني فرضاً بعد انتهاء زحمة العيد وهذا كله، نرجع نصرف المبالغ اللي احنا علقناها في الحساب الوسيط جار مبالغ دائرة تحت التسوية، تمام، يكون من حساب جار مبالغ دائرة تحت التسوية حساب البنك المركزي مصروفات. أحياناً قد يقوم البنك بمنح سلفة لأحد الموظفين، والمتعارف عليه أن السلف مدينة زي ما احنا ذكرنا أنها في الحسابات المساعدة المدينة، ونصرفها إلى حساب البنك المركزي مصروفات، وعارفين أن البنك المركزي مصروفات هذا من الحسابات الرئيسية المدينة، من حساب سلف المرتبات إلى حساب البنك المركزي مصروفات. طيب، في عندي كذلك على اساس انه لما نشتي نصفي كيف بنصفي؟ بنعكس من حساب المصروفات اللي هو الاساسي اصلا، هو اصلا المصروفات اللي هو يقصد به الراتب، من حساب المصروفات الى حساب السلف على المرتبات، كانت سلف مدينه رجعناها دائنه، بس من فين بنخصمها؟ بنخصم من الراتب، والراتب يدرج من ضمن المصروفات. احيانا يتاخر احد الموظفين عن استلام احد رواتبه، احنا طبعا بنتطرق بالراتب لانه من ضمن احد حسابات النفقات بكافه النواحي. احيانا يتاخر احد الموظفين عن استلام راتب يتم توريده مرتب في حساب البنك المركزي امانات، لماذا لم نورده في حساب المصروفات؟ لانه قلنا حساب المصروفات هذا حساب مخصص للصرف، ولا يمكن انه نتطرق له الا في حاله الصرف. اما إن حصل عندي خطأ أو شيء يتعلق حساب معين أو شيء نعلقه بحساب نطلق عليه حساب الأمانات، بالتالي يكون القيد من حساب البنك المركزي أمانات إلى حساب مرتجع المرتبات. طيب، عند وصول المستفيد صاحب الشأن يقول يا جماعة الخير اشتري راتبي هذا إلى آخره، نقوم نعكس القيد، طبعا يرجع القيد من حساب مرتجع المرتبات حساب البنك المركزي أمانات. طيب، عند الانتهاء من صرف المصاريف، أوكي، في نهاية الفترة، فين نغلقها في الأشياء المغايرة. المصروفات بطبيعتها، المصروفات بطبيعتها مدينة، نحطها في الطرف الدائن،
ونقدر نقفلها في حساب وزارة المالية، بس في أي حساب؟ في حساب الدائنين ولا في حساب المدينين؟ في حساب الدائنين، لأنه بطبيعته عكس من حساب الدائنين وزارة المالية، لا لأنه مش معقول مدينة كفل مدينة، ما تقدرش تقول من حساب المدينة وزارة المالية حساب مصروفات، لأنه مدينة كيف تكفل مدينة؟ تحطها في حساب الدائنين، تعكسه بعكس طبيعته. طيب استعادة المبالغ المنصرفة من غير وقع حق كالرواتب مثلا، يكون من حساب الإيرادات إلى حساب مرتجع المرتبات، احنا قلنا مرتجع المرتبات هذه بطبيعتها حسابات ما هي؟ حسابات دائنة، صح؟ طيب من كيف من حساب الإيرادات؟ القيد هذا في بعض منهم يقول يا دكتور نريد أن نفهم كيف بالنسبة لهذه الإجراءات. طيب ليكن على سبيل المثال أحد الموظفين لديه راتب في أكثر من جهة، وبعدين اكتشف أثناء المسح الوظيفي واكتشف أن الموظف هذا لديه راتب في جهة أخرى، تطالب الجهة الأخرى من الجهة الثانية أن تقوم بتسليم المرتبات لها عن الفترة التي الشخص اللي كان يعمل لديها وتأخذ الراتب، بالتالي يكون من حساب الإيرادات لحساب مرتجع مرتبات، تروح تستلم منه المرتبات الباقي كلها. أديك مثال كامل على الحالات العملية لذا، فيما يلي بعض العمليات اللي تمت في جمرك الحديدة خلال شهر مارس 2000، واحد تقدم الموظف حسن عبد الله بطلب سلفة مبلغ 50,000 ريال من راتب شهر مارس 2000، وقد تمت الموافقة على عملية سلفة بمقدار 50% من المبلغ، من 5,000 ريال قال يشتري 50% من المبلغ. اثنين قام قسم الأجور بعد كشف المرتبات، الآن عدوا الكشف لسه ما صرفوش، اللي هو كان صافي المرتب كذا كذا، تأمينات حصص الحكومة 6% كانت ب 152,000، تأمينات مساهمة الموظف 6% يكون مثلها، تأمين الصحي اللي هو 1% نسمي إصابة العمل اللي هذا المبلغ 1% يطلع 2100، الضرائب كسب العمل المبلغ 150,000، الجزاءات 25,000 ريال، القدس أو ما دعم الانتفاضة أو كان يطلق عليه هذا كنا كسر عملة هذا إلى آخره. طيب نقول له حتى ما صرف مبلغ بالشيكات على حساب البنك، وبعد الانتهاء من صرف المرتبات تضع أن هناك مبلغ وقدره 120,000 ريال لم يصرف للموظف أحمد علي نظرا لمرضه من مدير الحسابات وبعد تم توريد حافظ البنك لتوريد الراتب حقه في حساب الأمانات حتى يصل الموظف، وبعد يومين أرسل الموظف أخي يقول لهم يا جماعة اشتري راتبي من مدير الجمرك، وبعد كتب المدير لا مانع من صرف الراتب لأخيه وتم الصرف فعلا. خمسة، نظرا لازدحام البنك المركزي مع قرب عيد الأضحى تم تأخير شيكات التأمينات وشيكات الضرائب، وبعد جهاز عيد الأضحى استأنفوا في شهر أبريل استأنفوا صرف. نقوم نحل الفقرات خطوة بخطوة. طيب الآن نجي نلاحظنا أول حاجة تم صرف سلفة قال 50%، وكان سلفة 5,000 صرفوه نص من حساب سلفة المرتبات إلى حساب البنك المركزي مصروفات. هنا عرفنا القيد المحاسبي. عند القيد 2 و3 اللي نقوم نعد كشف الراتب ونجهزه، وهذه الخلاصة حقه إلى حساب البنك المركزي مصروفات، صح؟ هنا إلى أن يتضح في الأخير كم الفارق وكم استقطاعنا السلفة، لو تلاحظنا استقطاع السلفة والأمانات والغرامات كلها تم استقطاعات المبالغ الخاصة بها. طيب في عندي هنا واحد من الموظفين قال إنه لم يستلم راتبه بمبلغ 12,000 ريال حملوه في حساب ذا، طبعا هو لما يصرف الراتب يصرف الراتب للجميع، كان القدر المحاسبي من حساب المصروف إلى من حساب المصروف إلى حساب مرتجع الصرف العادي، من حساب المرتبات والمصروفات إلى حساب البنك المركزي مصروفات. طيب واحد من الموظفين راتبه كان من ضمن المرتبات هذا ما استلمش الراتب حقه، وكان الراتب هذا حقه 12,000 ريال من ضمن مبالغ، طبعا هل يعكس المبالغ كله اللي بالمليون بل 2 مليون؟ لا، نعكس فرض الذي تأخر ولم يستلم راتبه اللي هو 12,000 ريال، فين بنحمله؟ نرجع نخرجه من كشف الراتب ونحمله بالبنك المركزي أمانات إلى حساب مرتجع المرتبات ب 12,000 ريال. هنا كتبنا توريد الموظف أحمد علي نظرا لمرضه، كان مريض، بعدين بعد فترة قام رسل أخوه بأساس أنه يجي يستلم الراتب بحسب التمرين، قال هذا على أساس أنه وبعد الانتهاء من صرف المرتب تضع أن هناك مبلغ وقدره 12,000 لم يصرف للموظف حمد علي نتيجة لمرضه، ومدير الحسابات قام بتوريده في حساب الأمانات حتى وصول الموظف. طيب هنا شوف وردنا من حساب البنك المركزي أمانات إلى حساب مرتجع المرتبات. طيب وقال وبعد يومين، أجي أخوه يشتري، طبعا أسرته يشتري لهم الراتب يشتري لهم لأن الرجل مريض، تمام. دخل عند مدير الجمارك بالحديدة قال له أنه أشتري راتب أخي مريض هذا شيء من هذا القبيل، كتب له المدير لا مانع من صرف، طبعا وجه الخزينة لمدير الحسابات لأنه الراتب قد وردوه أمانة عشان ما أمين الصندوق ما يتصرفش في المبلغ لأنه هذا ليس ملكه. طيب فوجه المدير للراتب بالصرف. نلاحظ أن التوجيه المحاسبي التوجيه بنعكس القيد السابق من حساب مرتجع مرتبات إلى حساب البنك المركزي أمانات.
طيب بعد ما عكسنا هذا الراتب نلاحظ هنا، شوف هنا الطرف، شوف الراتب هنا في الفقرة رقم 4 صح؟ طيب نلاحظ هنا بعد الانتهاء من في شوف رقم 5، نظرا لازدحام البنك المركزي مع قرب عيد الاضحى تم تاخير الشيكات، مش قلنا احيانا ياتي ازدحام موظفين مع قرب العيد ليله العيد في العشر الاواخر، هذا تضطر الدوله تتاخر شيكات الحكومه لان جهه بتتحمل. هنا قاموا اخروا الشيكات، هي اصلا عندما انصرفت، هي اصلا عندما انصرفت انصرفت من حساب المصروفات الى حساب البنك المركزي مصروفات. طيب هنا علقوها من حساب البنك المركزي مصروفات بالمبالغ حق التامينات والمبالغ حق الضرائب، التامينات اللي هم معاك 6% و6% اللي كانت 153 تقريبا و153 او 152 تقريبا، مع الضرائب كانت ب 150 الف ريال الى حساب قال المبالغ الدائره تحت التسويه. طيب بعد العيد خلص العيد وبعدين الدوله قالت يلا ارجعوا المرتبات ورجعوها وبنشوف بنتصرف على اساس انه خلاص خفت الزحمه حق العيد، يقوم يعكسوا القيد السابق من حساب قائمه المبالغ الدائره تحت التسويه الى حساب البنك المركزي شوف مصروفات، نفس الفكره حق المرتجع نعكس القيد، هي اصلا قد انصرفت بس علقوها خلوهم على يمكن انصرفت في الجهه خرجت من عندها، والاجراءات هذا اجراء داخلي كروتيني بس اجراء تعليق ليس الا بسجل جانبي. طيب بعد ما صرفوا هنا لاحظ هنا نشوف هنا نظرا لازدحام البنك المركزي مع قرب الاداره حتى ما تاخر الشيكات بعد جهاز العيد تم صرف المبلغ الى اخره. طيب هنا في عندي هنا كذلك في نهايه الفتره المحاسبيه يجب ان احنا نكفل من حساب الدائني الى حساب المصروفات، ليش المصروفات؟ بنشوف المصروفات كم احنا صرفناه في الراتب كامل اجمالي، طبعا المصروفات هنا كان طبعا عندنا كم هنا 200 اجل 3 مليون 665 299 نعكسه كله حساب مصروفات مدين، وعشان نعكسه لابد ان احنا نرجعه دائم بالتالي الى حساب الدائنين وزاره الماليه، ما تجيش تقول المدين وزاره الماليه كيف مدين نقفل مدين، لا اذا المصروفات دي اصلا طبيعتها مدينه ترجع دائنه ونقفلها في حساب الدائنين نطلعه فوق. هذا بالنسبه اذا كان بالنسبه لعندي حاله. طيب في بعض من الموظفين هذا التمرير هاي الحاله الثانيه من خلال المسح الميداني او المسح الوظيفي اتضع احد الموظفين يجمع بين وظيفتين حكوميتين وقد تم صرف مبلغ 120 الف ريال سنويا الا انه خير بين احد الوظائف شريط التسليم مبلغ مضى على وتوريده لحساب الجهه التي كان يعمل بها. احيانا في موظف قد يكون عسكري ويكون مدرس في جهه اثناء المسح الوظيفي والمسح بالكمبيوتر لاحظوا ان هناك في ازدواج وظيفي، طيب من اجل حل الازدواج الوظيفي هذا اضطروا ايش يعملوا؟ الجهاز بين ان الموظف يستلم من هنا ويستلم من هذه الجهه من التربيه والتعليم، يستلم من قطاع العسكري، خير الموظف ما بين الجهتين عشان يورد 120 الف ريال، لان في بعض الجهات كان ينقص من ايراداتها هذا المبلغ. طيب الان بنجي نشوف هنا من حساب الايرادات الى حساب مرتجع المرتبات، طيب من حساب الايرادات ليش ايرادات؟ لان الجهه الثانيه كانه بيعكس من ضمن ايراداتها ومرتجع مرتبات مش كنا حاب طبيعتها دائم، اذا بيجي يدخل من حساب ايرادات لحساب مرتجع مرتبات استعاضه المبلغ المنصرف بدون وجه حق لصالح جهه اخرى الى من فين اجت لها هذه الايرادات الى حساب مرتجع المرتبات بالمبلغ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.